يا مساء الفل والياسمين والعسل الابيض على كل واحد وواحده قرروا ان هم يفتحوا التلفزيون كده كل يوم الساعه 3 العصر عشان يتفرجوا علينا وعلى عسل ابيض اخر الاسبوع الويك اند. يا رب يكون ويك اند سعيد على حضراتكم. مساء العسل الابيض برضو على كل واحد واحده. الحقيقه كانوا واثقين فينا جدا 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 وكانوا بيتفرجوا علينا، عملوا لنا فوتنج وصوتوا لينا في استفتاء افضل برنامج نسائي لعام 2017 واللي عملوا طبعا موقع اعلام دوت اورج لمده 10 ايام. في الحقيقه نتيجه التصويت احنا يعني احنا بدون غرور، احنا والله كنا منتظرين ده يعني، لان بجد كان في شغل هايل، كان في مجهود اكتر من رائع. النتيجه طبعا ابهرتنا كلنا. برنامجنا عسل ابيض حصل على 76% من اجمالي عدد الاصوات اللي دخلت على الموقع لكل البرامج الموجهه للمراه والمجتمع. ألف مليون مبروك طبعا لينا، مليون مبروك لكل الكرو. بجد عايزة أتوجه بالشكر لكل القائمين على إدارة القناة، يعني كرو البرنامج عبير عبد الستار، محمود خليل، نجوى، هادي عثمان، أستاذ ماجد المخرج، أستاذ ممدوح كمان زميلنا في الإخراج. بجد بشكركم شكرا جزيلا عشان أنتوا يعني إحنا من غيركم ما كناش هنطلع بالنتيجة دي. مساء العسل الأبيض عليك يا شيري. مساء العسل الأبيض عليك. طولت بس يعني كان محتاجة لازم كلمتين طبعًا. يعني في بالي كده كان لازم طبعا ما ننساش برضو سارة، هي مش معانا النهارده لكن هي يعني عمود من العمود الاساسيه في البرنامج معانا. وانا بصراحه يا جماعه مش عارفه يعني مش لاقيه كلام اقوله لكم على النتيجه الجميله دي، بس انا عايزه اقول لكم ده مجهود فريق عمل كبير تعب واجتهد وعمل اللي عليه عشان يقدم برنامج وفقرات مهمه ومهنيه ومحترمه، بدايه من فريق الاعداد لفريق الاخراج لفريق الانتاج والمصورين ومهندسين الصوت وعمال البوفيه والناس كلها، وطبعا طبعا قيادات قناه تن اللي وفروا كل حاجه عشان عسل ابيض يوصل للنتيجه دي. وعايزين طبعا كمان نبارك لزميلنا عبد الرحمن كمال اللي فاز بلقب افضل مقدم نشره في نفس الاستفتاء، والجميل بقى انه كان ينافس زميلنا برضه في نفس القناه محمد الرميحي اللي برضه فاز بالمركز الثاني. تعالوا نشوف بقى مع بعض تقرير صغير كده عن برنامجنا عسل ابيض اللي فاز بلقب افضل برنامج نسائي لسنه 2017. عسل ابيض، عسل ابيض، عايز ابارك واهني برنامج عسل ابيض بفوزه بافضل برنامج نسائي لعام 2017. برنامج فعلا مهم جدا وبيقدم حاجات مهمه وبيناقش حاجات كتير جدا ومواضيع تهم الشباب وتهم المجتمع المصري، عشان كده كنتوا تستاهلوها. الف مبروك برنامج عسل ابيض افضل برنامج نسائي. مبروك لعسل ابيض وصولهم على جائزه احسن برنامج نسائي اجتماعي لسنه 2017. هو بصراحه بيستاهلوا، اصغر حد لاكبر حد هناك الناس بتبذل مجهود كبير جدا عشان يفكروا في تفصيل التفصيل ان هم يعملوا حاجات كويسه. ومبروك يا رب دايما في نجاح. العسل الابيض، العسل الابيض، العسل الابيض على كل مشاهدينا. بجد مبسوطه جدا وفخوره ان انا بجد برنامجنا الحمد لله طلع المرتبه الاولى او المركز الاول في الفوتنج اللي اتعمل على مستوى كل البرامج النسائيه اللي بتقدم برضو يعني في القنوات الثانيه. مليون الف مبروك بجد لكل فريق العمل لكل القناه. وعايزه اقول لكم استنوا الفتره الجايه هيكون في مفاجاه كمان جامده جدا 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 من خلال برنامجنا ان شاء الله. مبروك يا شيري. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. وساره طبعا يعني والله نفسي كان ساره تبقى النهارده نقدم احنا الحلقه احنا الثلاثه، بس يعني احنا بنقول لك يا ساره بجد الف مليون مبروك، وكان نفسي برضو تبقي موجوده والله معانا هنا، والف مليون مبروك. وعايزه اشكر بقى كمان احمد حسن راؤول الشاعر طبعا وسلام صلاح اللي انا كنت دايما بتلخبط في اسمك يا سلام، وكنت دايما اقول لك صلاح سالم، وبسمه طبعا عطا المطربه اللي كانت منورانا ومشرفانا امبارح. الحقيقه بجد بشكركم شكرا جزيلا، بشكر كل الناس اللي بعتت لنا على الصفحه وبتقول مبروك. زي ما انتم شايفين على الشاشه قدام حضراتكم فاز بلقب افضل برنامج نسائي العام 2017 برنامج عسل ابيض قناه تن. ببارك كمان لزملائي عبد الرحمن كمال اللي فاز برضو بلقب افضل مذيع مره ثانيه، ببارك لك يا عبد الرحمن. كمان زميلنا محمد الرميحي اللي فاز بالمركز الثاني. بجد كل المذيعين عندنا في نشره الاخبار ناس على اعلى مستوى بجد،
ومبروك لينا ومبروك لكل الإدارة ومبروك كمان لكل القائمين على برنامج عسل أبيض. طيب دلوقتي بقى تعالوا نشوف ونبدأ حلقتنا بقى كالعادي وكالعادة، وتقرير عن مهرجان كويزين والدولي الرابع للتذوق واللي أقيم تحت شعار مذاق الثقافات المختلفة، ده كان بمشاركة 20 دولة عربية وأوروبية وأسيوية وإفريقية، ده كان في قلب القاهرة. تعالوا نشوف ونرجع لكم تاني. أنا شايفة إنه مهرجان التذوق له أهمية كبيرة جدا، أنا فنانة والتذوق ده جزء كبير من مهنتي أن تتذوق الفن، والحقيقة هنا مش مجرد تذوق طعام، لا هنا الحقيقة كمان في فن، يعني التورت اللي موجودة هنا ورايا هي مش مجرد تورتة هناكلها في النهاية، لا هي فيها فكر وفيها ثقافة وفيها ألوان وفيها نحت وفيها رسم وفيها حاجات كتيرة جدا. مهرجانات اللي من النوع ده أنا في رأيي إن هي دي الدبلوماسية الحديثة، لأنه الأكل كل شعوب العالم بتتفق على الأكل، محدش في الدنيا مفيش إنسان في الدنيا هينفع إنه يتوقف عن الطعام أو عن إنه يأكل. المطبخ والكوزين هو الأهم جزء في البيت على الأقل بالنسبة للمرأة وكذا، لأنه الجزء الحيوي في مملكة المرأة، فمن الطبيعي جدا إن إحنا نستضيف هذا المهرجان الجميل كل سنة ونشوف العالم كله كيف يختلف الوصفة السحرية في من هذا الصحن إلى ذاك. المطبخ والأكل الأمريكي مهم جدا بالنسبة لثقافتنا، وإحنا كأمريكيين عايزين أن نشارك ثقافتنا عبر أكل مع العالم، وإحنا مبسوطين جدا النهاردة لنشوف رغبة وقبول كتير من المصريين ومن كل الضيوف عندنا هنا في المهرجان. وقبل ما نختم أخبارنا هنتعرف على معرض مشاريع التخرج لطلبة وطالبات قسم التصميم بالجرافيك في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، واللي أقيم تحت عنوان ألتو شد، واللي صممت بقى الغلاف واللوجو الخاص بالمعرض الطالبة المبدعة روان ماهر في مشروع تخرجها. وبالعكس كان فيه، يعني عايزة أقول لكم، عكست فيه روح دم المصرية الخفيفة اللي معروفة. طيب تعالوا بقى نروح نشوف التقرير ونرجع تاني، بس بعد الفاصل هنعرف إزاي العروسة الجديدة تتعامل مع حماها وحماتنا حماتها في فقرة مهمة جدا. استنوا. التوشد. تحت هذا العنوان أقام طلاب قسم التصميم الجرافيكي بالجامعة الأمريكية معرضا لعرض مشاريع تخرجهم، والذي يعكس حس الفكاهة ويعكس أيضا جزء من الهوية المصرية المعاصرة. ده المعرض السنوي لمشروعات التخرج لطلاب القسم التصميم الجرافيكي في الجامعة الأمريكية. إحنا بنخرج في حدود 40 طالب كل سنة، ومشاريعهم بتكون في تخصصات مختلفة ليها علاقة بالتصميم، ما بين تصميم الموبايل أبليكيشنز، الويب سايتس، تصميم الأزياء، البرودكت ديزاين. يعتبر مصطلح التوشد بلغة دارجة في عالم التصميم عن الاستنساخ، وقد اختار الطلبة هذا العنوان للتعبير عن اهتمامهم الجامعي بقضايا متشابهة. أنا عاملة مشروع التخرج بتاعي عن رقصات الفولكلور المصرية، عاملة ويب سايت وكتاب على رقصات فولكلور مختلفة. ليه انا عملت كده؟ علشان احنا كمصريين عندنا ريتش فولكلور، يعني فولكلور غني جدا، ومحدش عارف ايه هو الرقص الشعبي المصري. دايما الناس بتفتكر ان الرقص الشعبي المصري هو الرقص البلدي او هو الرقص اللي بيرقصوه في الاحياء الشعبيه او كده، بس احنا يعني في كل محافظه في كل مكان في مصر عندنا حركه رقص معينه ليها علاقه بالجو بطبيعه الارض. انا بعمل مشروع اسمه تيت. تيت هو عباره عن موبايل ابلكيشن بينزل على الموبايلات عامه، بيستخدم الأجنبي والمصري، بحيث أنه هو يسهل له ويعلمه في نفس الوقت الثقافة بتاعة المواصلات العامة. البروجيكت بتاعي اسمه توروز. أنا يعني أنا لقيت أنه كل اللبس المصري زمان، اللي هو الترديشنال، يعني اللبس الأصلي بتاعهم، كله الناس نسيته ومش بيلبسوه بقى دلوقتي، كلهم بيلبسوا العبايات اللي هي الخليجي السودا دي. فقررت أنه أعمل لبس، يعني
يعني ريفايف اللبس ده بس بطريقه مودرن قوي. بحسب الطلاب المشاركين في المعرض فان المشروعات تهدف الى التاكيد على ارتباط الخريجين بالمجتمع واستعدادهم للمساهمه في انمائه كمواطنين.